بكل اختصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الواضح البين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وفي سنن الترمذي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بسر، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به أتمسك به يكون سهلا ويسيرا وعظيما عند الله سبحانه وتعالى. وهو يتحدث معه عن أبواب التطوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخال أنكم تعرفونه، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كم سيشرح ذكرنا لله قلوبنا، وكم سيسعد ذكر الله سبحانه وتعالى أرواحنا، وكم سيطرد من الشياطين، وكم سيجلب من الأرزاق. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.